عبر الهاتف من لندن هتنضم لينا دكتورة نهال أبو سيف، استشاري أمراض البطن الحادة بجامعة بيرمنغهام. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. وفي البداية، يعني في فعلا طرق عملية أو علمية توصلتوا ليها كأطباء بتخلي إن إحنا ممكن نكتشف مرض الزهايمر ده من بدري ونحاول إن هو نعالجه أو نلحقه قبل ما يتدهور؟ صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك وبالمشاهدين. يعني حكاية إن الاكتشاف البدري لمرض الزهايمر يعني ممكن أقول صعب شوية، ولكن ممكن، يعني لأن فقدان الذاكرة والنسيان ده حاجة أعراض بتحصل مع السن الكبير، يعني بصفة عامة، فصعب إنك تقولي إن مجرد فقدان الذاكرة أو إن الواحد هينسى إن ده هتبقى تتطور إلى مرض الزهايمر. أنا بس عايزة أقول إن في فرق بين مرض الزهايمر وأمراض فقدان الذاكرة والشيخوخة، لأن مش كل فقدان الذاكرة بتسمى الزهايمر. يعني الزهايمر لوحده ده مرض. هو عند دي النقطة يا دكتور أنا كنت عايزة أسألك، في برضو حاجة منتشرة جدا احنا بنقولها حتى يعني على طول، ممكن تكون حتى وصمة عار أحيانا بعض المجتمعات بيلجأوا للتعبير عنها غير الزهايمر، وهي الخرف. يعني ما الاختلاف بين الخرف والزهايمر؟ وهل الزهايمر لوحده ليه برضو أنواع، يعني حاد، يعني متوسط، ضعيف؟ الزهايمر ده مرض زي بقية الأمراض، زي مثلا مرض الشلل الرعاش، أمراض الجلطات اللي في المخ وهكذا. يعني هو يعتبر مرض في حد ذاته وليس له علاقة بكبر السن بدرجة معينة. يعني في ناس ممكن يجي لها الزهايمر وهم لسه في الخمسينات، يعني مش لازم يكون كبير في السن، وهو معظمه بيبقى امراض وراثيه، ويعني بتيجي في عائلات معينه. يعني اللي عندهم حد في العيله عنده التشخيص بالذات اللي هو كلمه الزهايمر، حتى مش زهايمر، ده بيبقى متوقع ان هو غالبا الناس الكبار في العيله هيجي لهم نفس المرض. طيب دكتور، خليني أسأل حضرتك على حاجة. يمكن في الفترة الأخيرة انتشرت المضادات الاكتئاب والأدوية المهدئة والأدوية المنومة، هل دي بتساعد على الإصابة بمرض الزهايمر أكتر أو بتعجل الإصابة بيه؟ لا، أدوية الاكتئاب ليس لها علاقة. يعني زي ما قلت هو مرض وراثي، يعني في اسباب وراثيه بتؤدي الى ترسيب بعض انواع من البروتينات الضاره، حاجه اسمها اميلويد بروتين، في المخ، وده يعني بيحتل خلايا المخ وبيخلي الانسان يفقد الذاكره وان هو يبتدي بقى يتصرف تصرفات غريبه. مش لازم يعني يكون طيب يا دكتور شلل، ولا يعني هي بتيجي مينلي في المنطقة اللي هي بتاعة الذاكرة اللي في المخ. طيب دكتور نهال، ذكرتي في البداية أنه هو وراثي، ويمكن الزهايمر بيجي أكثر عند فترة الخمسين، ولكن في الكثير من الناس بيصابوا بهذه الأمراض العصبية الحيوية. البعض بيظهر عليه عوارض أو تأثيرات لهذا المرض، وبالتالي البعض الآخر يمكن ما بتظهرش عوارض الزهايمر بالشكل الكبير اللي بتظهر عند ناس تانية. ما سبب ذلك؟ ما هو احنا لو فرقنا في التشخيص وقلنا ان الزهايمر ده لو جه هيجي ما نقدرش نمنعه لانه وراثي. الامراض التانية اسمها امراض الديمنشيا او اللي هي امراض الشيخوخة، دي بقى اللي هي ليها اسباب كتيرة متعددة واللي احنا ممكن نأجلها او نمنعها. ليه بتحصل؟ مثلا بسبب زيادة كثافة الكوليسترول في الدم، التصلب الشرايين، اللي هو واحد يجي له بقى ستروكس كتير، يعني يجي له جلطات في المخ كتيره عشان شرب السجاير، شرب الخمره، بعض الاكلات المعينه اللي هي فيها دهون كتير. كل هذه الاشياء يعني بتؤدي الى ترسيب برضو بعض البروتينات والكوليسترول في اجزاء من المخ اللي هي بتهتم بالذاكره، فبيحصل فقدان للذاكره. دي بنسميها اصلا فاسكولار ديمنشيا. يعني هو الديمنشيا ده هو الاسم العام للمرض اللي هو يعني انتوا بتسموه الخرف او ممكن الشيخوخه،
ولكن الزهايمر جزء منه زي ما قلت ده وراثي وله علاجات معينه تمنع ترتيب البروتين اللي اسمه الاميلويد. طيب دكتور، هو ده كان سؤالي الجاي لحضرتك، لو هو فعلا وراثي زي ما حضرتك بتقولي في وراثه في العيله، في اشخاص مصابين بيه في العيله، الاطفال او الشباب ممكن يبتدوا ياخدوا ايه، فيتامينات او اكلات معينه او حاجات عشان تساعد على تقليل خطر الاصابه بيه؟ مالوش دعوه بالاكل قوي، بس هو لو عارفوا ان هو مثلا في العيله دي تم التشخيص الصحيح زي ما قلت للمرض، لان هو في النهايه ممكن المرض اللي هو الديمنشيا يبقى له نفس اعراض الالزهايمر. لكن لو خلاص راح لدكتور متخصص يعني في امراض الشيخوخه وشخصهم الزهايمر، ممكن من البدايه من سن يعني يبدا من الاربعينات او الخمسينات بياخد دواء معين الوقت ده، اكتشاف ادويه ضد البروتين الاميلويد وبياخدها من هذا السن فتمنع ترتيب البروتين. نعم. ده في الدم. طيب دكتور يعني هل عندي سؤال من شقين، الشق الاول لو شخص في متوسط العمر عنده اعراض اللي هو بيحس انه ممكن ما يركزش قوي، فعلا بينسى امور كثيره بحياته خاصه طبعا مع استخدام التكنولوجيا الكبيره في الوقت الراهن، هل ده بيكون مؤشر انه الشخص ده هيصاب بمرض الزهايمر مبكرا؟ الشق الثاني من سؤالي، ايه الحاجات اللي المفروض اي مصاب بمرض الزهايمر يعني يبتعد عنها ابتعاد كلي؟ مثلا قياده السيارات، هل ينفع انه مريض الزهايمر يقوم بقيادة العربية؟ لو الواحد فعلا أصيب بمرض الزهايمر ما ينفعش أنه يسوق عربية، لأن هو هيبقى مش عارف أصلا الشوارع مثلا حواليه، مش عارف المكان اللي هو عايز يروحه، ما عندوش قدرة أنه يعني يركب عملية مثلا حسابية في مخه، أو أنه هو يحسب أنا مثلا لازم أخرج دلوقتي الساعة 7 عشان أوصل 7:30 المكان ده، يعني هو بيفقد القدرة على التركيز وعلى العمليات الحسابية بالذات. زي ما بقول ما بيبقاش عارف المكان اللي هو فيه، ممكن بيوصل لمرحلة لما بتتقدم يعني المرض معاه ما بيعرفش أهله خالص، ما بيعرفش الناس اللي حواليه، ما يعرفش بيته. ساعات بيعملوا بعض الأعمال الخطيرة، يعني مثلا يفتح البوتاجاز يسيبه يخرج يمشي في الشارع، في ساعات يعني ناس بيجوا لنا بيبقوا يقلعوا هدومهم يمشوا في الشارع، يعني طبعا تبقى تصرفات غير متوقعه وغير ممكن يبقى مؤذي لنفسه وايضا للاخرين. طيب الشق الاول برضو من السؤال لو سمحتي دكتور بايجاز، معلش قولي ثاني السؤال اللي هو الشق الاول كان لو شخص في متوسط العمر برضو اصيب يعني ما بيركزش بينسى كتير، هل ده بيكون مؤشر انه هو هيصاب بالزهايمر؟ اي عدم تركيز او مثلا تعب، يعني دي حاجه كلنا بتصيبنا، يعني لازم يبقى كلها مرض الديمنشيا، ولكن يعني في ناس دلوقتي بعد حتى الكوفيد بيجي لهم حاجه اسمها لونج كوفيد سيندروم، اللي هو برضو من اعراضه ان بيبقى عندهم فقدان للذاكره وبينسوا كتير وما بقوش يعني المخ بتاعهم شارب زي الاول، ف يعني دي حاجه اعتقد انها ريليتد لارهاق الحياه والشغل الكتير لا يؤثر. طيب دي ده خبر مفرح والله يا دكتور. شكرا لك يا دكتور داني هل ابو سيف على كل هذه المعلومات، استشاري امراض الباطنه الحاده بجامعه برمنغهام.